البلاك يا ريال، أكلمك من الصبح وما ترد. والله ما فيني شيء، لكني حصلت قطعة أرض وببني بيت إن شاء الله، ففكري مشغول كيف بيكون البيت. ما شاء الله، أخبار طيبة بالبركة يا أخوي. الموضوع بسيط إن شاء الله، أنا توني مخلص بيتي الحمد لله وبساعدك. أول شيء بسألك، شفت أرضك وحددت مكونات بيتك وميزانيتك؟ أنا إيش دراني بهالسوالف، شايفني مهندس. كل واحد قبل ما يبني بيته لازم يثقف عمره ويعرف شو له واللي عليه، وأنا بمشي وياك خطوة بخطوة. أول شيء شوف أرضك وشو حولها من شوارع وبيوت وخدمات والمرافق، هذا بيعطيك تصور عن شكل البيت واتجاهه بالنسبة حق البيوت اللي حوله. تصدق لين الحين ما شفت الأرض؟ خلاص اليوم بسير إن شاء الله بزور الأرض وبتخيل شكل البيت وين أبتجاهه، بس كيف بحدد تقسيمة البيت؟ يلس مع الأهل وشوف كم حجرة نوم تحتاج وكم ميلس، وإذا بتحتاج غرفة للضيوف والمطبخ تبا في البيت ولا في ملحق خارجي، وشوف إذا بخاطرك تسوي سرداب، وإذا في حد من أهل البيت من أصحاب الهمم ويحتاج متطلبات خاصة مصعد مثلا، وسجل كل ملاحظاتك، وبعدها شوف إمكانياتك المالية وكم الميزانية اللي أنت تقدر توفرها لبناء البيت، ورتب أمورك حسب إمكانياتك مثل ما قالوا الأوليين، مدريلك على قد الحافك. الصراحة وايد حلو، إزاك الله كل خير يا راشد. اليوم إن شاء الله بسوي اللي قلته وباكر برجع لك عشان أعرف شو الخطوة الجاية.